سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناه وصفات فاطمه زهره. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي يكون على خبز للمناسبات. بقاو معايا تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. فقبل ما نبدا المقادير البنات، بغيت نقول لكم بان يعني هذا النوع من الخبز ماشي بالضروره نتسناو شي حفله او مناسبه باش نحضروه، علاش لا؟ ما نحضروش في البيت ديالنا لوليداتنا ولعائلتنا، نغيروا شويه من الشكل ديال الخبز. فباش نجيكم صريحه البنات، انا هذه الطريقه يعني اول مره كنديرها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. فماشي بالضبط يعني ديروا نفس المقادير اللي درت انا، تقدروا ديروا اي نوع يعني من عجينه الخبز اللي كديروها نتوما في الدار، ماشي بالشرط يعني يكون فيها كما قلت لكم المقادير اللي درت انا. تقدروا ديروها باي نوع من الطحين، الطحين الابيض، سميده رقيقه، القمح او الذره، فاللي حبيتو. وبالنسبه لي انا درت نص كيلو ديال الفورس ونص كيلو ديال السميده الرقيقه، وضفت ليه معلقه ونص كبار ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ونص ديال خميره الخبز، وفي الاخير ضفت معلقه صغيره ونص ديال الملح، وصافي. في الاخير غنمر باش نعجنها بالماء دافي. ضروري البنات تكون العجينه شويه مرخوفه وصافي. بالنسبه لهذا النوع من الخبز كيعجبني بزاف 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 البنات، نضيف له اي نوع من الحبوب، بالاخص حبوب الشيا كتعجبني بزاف 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 كما كتشوفوا هي هذه. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في اسبانيا، انا خديتها من ميركادونا، كتعجبني بزاف هاد حبوب الشيا، يعني كنرشها حتى على المالح هكا، كنزوق بها المالح من الفوق، كتجي روعه هي وحبه سوداء. فصافي انا هنايا غادي نضيف تقريبا 3 المعالق صغار عامرين ديال الشيا، وغنمر باش نعجن. فبالنسبه للحبوب اللي زينت بهم هذا الخبز، كاينين صراحه متعدده ومتعدده، منهم حبه سوداء، منهم الشيا اللي سبق لي وذكرتها لكم، منهم كذلك رقائق شوفان وزنجلان، حبات الزنجلان، وفي الاخير الزريعه. تقدروا تضيفوا حتى زريعه الكتان او النافع او حبه حلاوه، يبقى داكشي على حسب الاختيار ديالكم. فصافي هنايا البنات خليتها تخمر العجينه، بالنسبه للعجينه خليتها تخمر تقريبا 20 دقيقه وصافي. كنبدا نحيد منها يعني داك الهواء اللي لداخل، وكنبدا نكور فيها على هذا الشكل. كنشكل هكا كويرات صافي. وكيكون عندي ديجا بحال هذا فيه الماء، هذا البول درت فيه الماء، هذه الكويره يعني كنمررها في الماء باش تساعدني بان داك الحبوب اللي سقوا فيها. صافي كنبقى نستمر على هذا الشكل، وفي الاخير يعني كنزوقها بالحبوب اللي عندي. تقدروا ديروا البنات يعني كل كويره تقدروا ديروا فيها نوع من الانواع ديال الحبوب، اولا تخلطوهم كما درت انا وصافي. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنكمل الخبز ديالي.
كما كتشوفوا البنات الكويرات ها هما كملتهم، للاسف تقطع لي واحد المقطع كنت كنقطعهم يعني باي سكين حاد او لا شفره ديال خاصه بالمطبخ كنقطعهم على هذا الشكل، وكنخليهم يخمروا تقريبا خليتهم 20 دقيقه. كما كتشوفوا ها هما خمروا، دابا غندخلهم للفران يطيبوا. فبالنسبه للطياب يعني طياب عادي ديال الخبز عادي، وكانت هذه النتيجه. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصحاب والاحباب ديالكم، وعلاش لا الا مكتوب باقي ما مشاركينش شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كان هذا هو الفيديو، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر، وخليتكم على خير، والسلام عليكم.